مرتبين. أردوغان يطلب مزيدا من الدعم للمعارضة، وكيري يؤكد أن الولايات المتحدة وفرنسا تبحثان في تسريع العملية الانتقالية في سوريا. حط وزير الخارجية الأمريكية جون كيري رحاله في فرنسا بعد المهمة الأصعب في جولته المتمثلة بلقاء رأس حملة الدعم للنظام السوري وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف. في العاصمة الفرنسية حظي كيري بترحيب لافت من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ووزير خارجيته لوران فابيوس، بما أن ثقافته فرنسية وله أقارب في فرنسا، وبحث في الأزمة السورية انطلاقا مما لمسه من لافروف. وأكد كيري أن الولايات المتحدة وفرنسا تدرسان وسائل تسريع العملية الانتقالية في سوريا. بالتزامن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض يدرس تغييرا في استراتيجيته تجاه سوريا من خلال تقديم مساعدات مباشرة غير قاتلة للمعارضين من سترات واقية وآليات مصفحة وتدريب عسكري، وعشية الاستحقاقات الدولية من اجتماع أصدقاء سوريا وترقب الحكومة الانتقالية. مددت وزارة الداخلية السورية العمل بجوازات السفر للمقيمين في الخارج، وهو أحد شروط رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب للحوار، في حين تواصلت أعمال العنف والاشتباكات في ريف دمشق خصوصا. من جهة ثانية سقطت قذيفة أطلقت من الأراضي السورية على الجولان.